بالنسبه لهذه الظاهره اللي ولات دابا ديال التحرش ديال الاطفال، ففريمون اللي كنشوفوا هادشي اللي خايب بزاف، فهادشي اللي وقع في جديده فهو هادشي غير اللي بان، فاكثر هي كيبانوا ما كيبانوش بزاف، فهما متخفين. كان مقترح زعما انه نشوفوا الدراري الصغار كيقراو ماده التربيه الجنسيه، حيت فريمون محتاجينها باش يوليو يعرفوا شنو كيوقع لهم، و صافي يوليو الدراري الصغار واعين، ما يبقاوش ديما عندنا داك الجانب بانه ما خصش يعرفوا هذا الشيء حتى يكبروا، فبزاف ديال الحوايج كيوقعوا لهم هما صغار. الواقعة اللي وقعت المغيمات التربويه اعطت هذا ناقوس خطر، يعني دقتنا ناقوس خطر، وبالتالي يجب علينا في الحقيقه ان ناخذ المبادئ الاوليه الاساسيه في التربيه الجنسيه والتربيه النفسيه. هاد الجوج الحوايج هادو انا تيبان ليا من الضروريات الاساسيه في التعليم. الطفل يعرف الحقوق ديالو ويعرف المخاطر ديال هذا الشيء، ولهذا ان اذا كانت واحد الثقافه جنسيه والطفل عرف المخاطر ديالها اكيد انه يفضح ذاك الشخص الاخر، لان كما كنقولوا بان الطفل دائما الطفل ما عارفش الخاطر ديالو ويقدر هذاك يغريه باي وسيله، سواء مال سواء يعني يعطي شي حاجه اخرى ولا كذا، ويصدر ضحيه وكيولي ضحيه ماشي حتى الاسره ديالو، ضحيه حتى المجتمع. التربيه الجنسيه مزيان اننا ندرسوها، وحنا التربيه الجنسيه راه كاينه في الدين الاسلامي. لو كون وزاره التعليم خلات ديك الماده ديال الاخلاق وداك الشيء ديال التربيه الخلقيه راه فيها كل شيء، باش تدرس التربيه الجنسيه راه خاصك اطور اللي هي متخصصه في المجال الاجتماعي باش يستوعبوها الاطفال، وباش تساير هاد الاطفال، وباش حتى دوك الاطفال اللي كانوا ديجا متعرضين لهاد القضيه ديال الاغتصابات يجب ان يؤخذ بيدهم نفسيا. التربيه الحديثه هي تقتضي انه يتفتح حوار مع الابناء في واحد المجموع أو الطفل في مجموعة ديال القضايا، لا يعني أنه القضايا الجنسية الصرفة، ولكن كيف أنه تكون واحد التربية وتثقيف جنسي بالنسبة للأطفال، كيف مثلا تحميه من التحرشات والاعتداءات الجنسية، كيف ممكن يعتبر أنه ستكون واحد المسافة بينه وبين الشخص اللي هو غريب.